بقول لك ايه، احنا مشغولين قوي قوي في رمضان. بايه؟ في ناس مش عارفه مشغوله ليه، يقول لك الشغل والزحمه والمكان والطريق والحكايه والروايه والبتاع. واحد تاني مشغول مع اصحابه ليل ونهار ليل ونهار. طب هو السؤال بقى، هو انشغالي في رمضان ده هيديني ثواب؟ امتى؟ لما يكون ليا في نيه. يعني انا مشغول مع اصحابي مثلا بنعمل خير، انا مشغول مع اصحابي مثلا في شغل، انا مشغول مع اصحابي بنذاكر حاجه معينه، انا مشغول مع اصحابي بنخطط لفكره حلوه مثلا هتفيد الناس. طب ما دي كلها حاجات حلوه، يبقى في فرق بين الانشغال والانشغال. طيب يعني انا ممكن انشغالي يبقى بفايده وانشغالي تاني يضيع مني رمضان. وخلي بالكو، انا مش عاوزك تنسى ان الفريضه في رمضان ب70 فريضه فيما سواه. يعني تصلي الظهر في الجامع ده فريضه تاخد ثواب 70 ظهر. طب انا صليت ركعتين سنه بعد الظهر تاخد ثواب ركعتين السنه انها فريضه. في بعد كده بقى حاجه انا مستنيها مثلا، يبقى اذا لو سمحتوا انشغلوا قوي في رمضان باللي انتوا هتعملوه. حتى كل ما تخرج في مكان شوف هتعمل فيه ايه، كل ما تخرج مع اصحابك حط نيه، طب انا طالع لشغلي حط نيه، طب انا مش عارف رايح فين حط نيه. لو سمحت ما تعديش فيمتو ثانيه، زي ما الدكتور زويل قال كده، فيمتو ثانيه في رمضان خلاص الا وانت مظبط حالك. لان خلي بالكو احنا بندور في رمضان كله على نظره رحمه، احنا مش عارفين نظره الرحمه دي هتيجي وانت ساجد ولا وانت راكع ولا وانت بتساعد الناس ولا انت بتعمل خير ولا انت صايم ولا بتقرا قران ولا بتقرا حاجه مفيده ولا بتسمع درس ديني ولا موجود في المسجد. لو سمحت النظره دي مش عارفين مكانها، فدور عليها في كل وقت في كل زمان في كل مكان. ده اللي انا كنت عاوز اقول لك عليه، ولا انت شايف ايه؟